مباريات. طيب يلا بينا نشوف ده كده. كابتن احمد الغندور اهو ده حكم ساحه، انا بعتبره السنه دي من نجم نجم التحكيم الموسم ده. دي اسوان وحرس الحدود. طبعا دي اسوان وحرس الحدود، احنا جايبين اللقطه دي ايوه عشان الفيديو ملوش دعوه بيها. ايوه الفي ار ملوش دعوه بيها. ماشي. دي طبعا بتبقى يعني الحكام اللي داخل الملعب يشوفوها. طبعا كره كانت صعبه. الكره دي المفروض تبقى ضربه مرمى. أيوة. بس احتسب منها ركله ركنيه. أيوة. كره عاديه سهله بس المفروض الكره دي تبقى في حوزه حارس الحدود. خلاص ضربه مرمى حارس الحدود، الراجل حسبها لهم كورنر لاسوان. اسوان ودي المشكله ان اللي جي منها دي جه منها جول. دي بعتقد من بعض التعديلات اللي ممكن تخش الفتره اللي جايه بالنسبه لحكم الفيديو يعني. طبعا الهدف سليم، وده كان يعتبر اصعب مباراه من المباريات اللي اتعملت في المباراه اللي حكمت على حرس الحدود بالهبوط. لكن انا لاحظت حاجه في المباراه ديت يا كابتن سمير، انه اللعيبه ايوه بس وقفت قعدت. بس الاعتراض ده ملوش طبعا. طيب اشرح بقى. الاعتراض ده ملوش اي نوع. ليه انت بتعترض عليه؟ الجول سليم 100%. اعتراضك ده كان من الاول. يعني طبعا كل الناس اللي بتعترض ده مع احترامي ليهم مش عارفين قانون. مش عارفين قانون. الفار ما بيتدخلش خالص خالص. انت كنت تعترض على الكرة الاولانيه. تمام. انما اللي عمله احمد طبعا ده سليم 100% 100%. ولا حكم فيديو يرجع له خلاص ولا اي حاجه ولا حاجه. هنا مساعد الحكم كان لازم يشاور لاحمد في كرة طبعا زي دي. انما الاعتراض اللي حصل بعد كده طبعا ملوش دعوه بالحكم. السؤال بقى بيطرح نفسه، احمد الغندور كان يقعد لحد امتى قانونا وبعدين يصفر الماتش ده انتهى؟ دي عايز حسب اللائحه بتبقى اعتقد حوالي 15 دقيقه. 15 دقيقه. 15 دقيقه بس. يعني ما اديناش، خلي بالك ما حدش هنا بينسحب في مصر. هو كله بيبقى كلام في الملعب كده، المدربين بيبقوا سخنين وبعد كده ينزلوا المباراه.